لطفي كل هالقد مخبالك والأعظم مخفي يلا يهدي لك بالك كل هالقد مخبالك والأعظم مخفي الله يهدي لك بالك بتضلك قدا وقدود مع انك عدمان قبضاي ومن خير جدود من عيلة جدعان بتضلك قدا وقدود مع انك عدمان قبضاي ومن خير جدود ومن عيلة جدعان ولو ايامك كلها سود اوعى تطفي خليك مضوي يا لطفي ولا تشغل بالك ربك وحده اللي بيشفي بغير لك حالك خليك مضوي يا لطفي ولا تشغل بالك ربك وحده اللي بيشفي بغير لك حالك حبيبي انت تعذبت معنا كتير بتعرف شو؟ نحن ما حسينا بقيمتك غير لما فقدناك فقدنا معك الإحساس بالحب والأمان والراحة يا الله شو تعذبت مشاننا تعذبت لحتى تخلينا وبنات منرفع الراس بس نحن خيبنا أملك لسه بدكم وقت طويل لتعوضوا يا بنتي أنا فنيت عمري وحياتي كرمالكم مستحيل فرط بهالشي تحت أي ظرف طيب والتغيير اللي صار بشخصيتك هذا كان درس لكم لتعرفوا إنه اللي بيربط بيننا هو الحب مو المصلحة لو كل واحد منا يا بنتي فكر بمصلحته الخاصة هذا البيت كله رح يندم يعني أنت ما تغيرت أبدا ولا يمكن أتغير أنا لطفي ابن الكعيان وبيت الكعيان ما بيتغيروا يا الله ما بصدق قدي رح يفرحوا إخواتي بس يسمعوا هالحكي لا ما بدي شي بيصير إلهم نهائيا خليهم يتعلموا من هالدرس مزبوط بعدين منحكي لهم وعديني ما تقولي لهم بوعدك وعديني كمان ما تعملي أي تصرف أرعن بالمستقبل بوعدك كمان أوعيك ها أوكي ألو إلهام شلونك؟ أنا بالمشفى بالمشفى؟ شو صار لك؟ بابا ريحان بالمشفى خير شو فيها؟ شو فيها؟ إيه؟ لك خبريني شو في؟ بابا ما في شي زيارة عادية أعطيني أحكي معه أعطيني أحكي معه لك ريحان بابا مو مصدق إنه ما فيك شي خدي أحكي معه ألو إيه بابا طمنيني شو في؟ إيه علاء وأنيس معك؟ ماشي الحال بابا ماشي بابا هلا عطيني إلهام بدي أحكي معه طيب بدي تحكي معك مسكي إيه؟ هقلو إلهام في خبر ما حلو بس لازم أقلك إياه علاء وأنيس مسافرين لبرة مين قالك؟ علاء ما شاكيرة ما هيك؟ لك لا شاكيرة ما دخلها أصلاً طلع أنيس مو حاططة بباله بنوب أنا رح أتصرف كل هالمصايب من الندى الإيهاب يلا باي قبل شوي كنت عم توعديني انه ما تتصرفي تصرف ارعن بابا بس هالمره سامحني هالمره لازم روح انا ماشي يلا باي اول مره بيكون بهيش على حق فعلا ما في امل انت ايه قلبك ايه بيدق بس عشان يعيش سويت لك قهوة على كيف كيفك عشان تصحى هيك وتنبسط لو أحيز نعم المسا بده يجي هذا أبو نص لسان أبو كارلوس وبده يسألك مين تختاري فينا شو بتجاوبي ليسألني بجاوب بتشرب مي لا شكرا بس بقصد يعني فرضا إذا سألك ما بحب الفرضيات
طيب أنا هلا بدي أسألك، لو فرضنا أنا ويات قدمنا لك، مين تختاري فينا؟ لا تتقدموا لي اتنيناتكم. مزاوي وين شردت أبو لطفي؟ شردت بهالحيط، نفسي يكون معلق عليه شيء. شيء مثل شو؟ سيف. نفسي يكون معلق عليه سيف. شرب قهوة وروي روي أبو لطفي. مسابة الماما الله يرحمها. الله يرحمها. وهي مثل اختي والاستاذ احمد بمسابة بابا. استاذ انا اسفه غلطت بحقك كثير، وارجوك انك تقبل اعتذاري. لا يا بنتي، انا اللي غلطت. انا واحد بعمري وبمركزي كان لازم يستوعب تصرفات بنت بعمرك. شوفي يا حمار، لا ولا شيء، بس انا شقيه وبحب اتشيطن شوي بالصف، وانا كنت اشكيها للمدير. لا يا احمد ما معك حق، ريهام مثل بنتها وعيب تعاملها هالمعاملة. فعلا هي مثل بنتي. حان إذنكم. أنيس دخيلك الحق لها. شو بقى لها؟ هلا حكيت معه كانت معصبة كثير وصارت تسب لإيهاب، بتكون حملت حالها وراحت على الكلية تعمل له قتلة. لك ليش شو سوا؟ لك يا أخي لسه عم تسألني شو سوا؟ روح لك حق للمخلوقة، هلا بتضربه وبتبتلي فيه. لك إن شاء الله بتكسر له راسه، أنت ليش زعلانة عليه؟ لك والله مالي متضايقة عليه، بس أختي وبعرفها يلي بتضربه ما بتصيبه، هلا بتبتلي يا بعميد الكلية يا وكيل الكلية. مزبوط، عن إذنك. علاء؟ ريهاب؟ ما تحكي هيك، أنا سمعت كل شيء حكيتي للأستاذ أحمد. والله العظيم لك ما تحكي شيء. أي شيء بدك تحكيه هلا رح ينزع الحكي لقلة عيونك، لأنه العيون أذنب من اللسان. شوفي خالتي أم أبو العز، بصراحة نحن سألنا عنكم عن وضعكم والكل مدحوا لنا فيكم ما شاء الله، وكان وابنك أبو العز كمان الكل مدح فيه، ابن بيوت وبيور وابن بنين، وبصراحة ما حدا حكى عنه بالعاطل. الله يعزك يا حبيبتي. خالتي ام ابو العز بصراحه يعني قصه الجواز شغله ما بيمزح فيها بلا منقوديه، يعني بلا مؤاخذه، يعني القصه فيها مستقبل اطفال واعي ووعي مثل ما بتعرفي، يعني العريس كثير رح يتعذب في طبخ ونفخ وجيب اغراض بتعرفي الى اخره من القصص، لذلك البنت ببساطه لازم تحكم عقلها منيح وتعرف تختار الشاب المناسب. صح تقبريني؟ صح. بتعرفي خالة الحياة تفرض على الفتاة على البنت يعني انه تطلع وتفوت وتشوف شباب كتير، وبالاخير لما بتنوي تستقر طبعا لازم تختار الشاب اللي مسموعياته منيحة ونظيفة وبيخاف الله ونعمة بالله. بس ما فهمت عليك شي لحد هلا. تقبري قلبي، انا ما بحب اخذ واعطي كتير وطول بالحكي، يعني ببساطة بصراحة خالة انا طالب القرب منك بابنك ابو العز، ولا تخافي خالة، لا تخافي ابدا، مقدم مأخر كله موجود، نحن قد وزيادة خالة، ويومين ثلاثة ان شاء الله مشان الشكليات الوالد تعبان شوي، يومين ثلاثة وبيجوا بيخطبوا رسميا لابو العز. وينه العريس؟ بدنا نشوفه، يعني حابة اشوفه وينه. ولا تقلقي خالتي ام ابو العز على ابو العز، تقبري قلبي رح احطه بقلب عيوني من جوا، انا عيوني كبار بيسعوا تقبري قلبي. اجا ابو العز. ياي ايه خالي، هي اجا العريس، قومي اسألي تقبري قلبي اذا موافق ولا لا. قومي. انا بسوي لكم قهوة. شو قهوتك انسة خنساء؟
ليش تقبرني ما بتعرف؟ بلا. الو مرحبا ايهاب، اسمع شو، بتجمع كل شي رفقاتي بنعرفهم بالجامعة وبتخبرهم عن خطبتنا، وانا نص ساعة بكون عندك مشان نحكي كلياتنا سوا، اوكي؟ ابو لطفي، انت ليش ما تجوزت بعد المرحومة ام لطفي؟ بالاصل انا ما كنت ناوي اتجوز، بس الله يرحمه البابا اقنعني. كيف؟ قال لي يا ابني تجوز، المرأة تسند، المرأة قطعة من جسمك. الله يرحمه ويبشبش التراب اللي تحت راسه. آمين يا رب. قال لي هلأ أنت تقدر تمشي برجل وحدي؟ إيوة. قلت له لا. قال لي وهيك بتكون بدون مرأة. يحرز دينه. شبك تقبرني أبو العز؟ تفضل عود، تفضل تقبرني، خجلاني قبرني عريس. قبر قلبي على هالمشية. تفضلي يا مو. لا تقبريني لأنه ضغطي صار مية. يبعث لي حمى معك الضغط؟ يبعث لي حمى يا مرت عمو يا خالتي يا أم أبو العز تقبري. سلامتك يا مو. سلامتك. الله يسلمك، لو مبيت لكم استخارة. ايه تقبريني، الله يخليكي، شوفي لنا حظنا إذا ضاوي ولا ما له ضاوي. الله معك يا مو. أبو العز؟ ايه. تقبرني تعود جنبي. تعال لا تخاف، عود. أبو العز بصراحة بدي أحكي معك بموضوع من أولها يا مهونة، هيك بيقولوا تقبرني على قولة عمتي تقبر قلبي. شوف أبو العز، إذا في شي علاقات سابقة ما حكيت لي عنها احكي لي عنها هلأ. والله كله حكيته. كله؟ اشهد الله. طيب تقبرني سؤال آخر، في حدا باس تمك غير أمك؟ ما بدي انصدم، ما بدي اتفاجأ يوم العرس، ما بدي اتفاجأ، قلي. ايه في. يبعد لي حمى، ضاع مستقبلي، شو بدهم، شو بدي اقول لأبي؟ شو بدي اقول لأبي؟ ومين هي؟ خالتي نجاح. خالتك؟ ايه. معقد تقبر قلبي؟ انساها، لا تفكر فيها، لا تفكر فيها نهائيا. بتصير بعلم النفس بقراها، بتصير احيانا بعض الاقارب يقبلونا، يعني كش برا وبعيد. تقبرني ينسى الموضوع، بس حلف لي انه هذا يعني هذا اللي بس صاير معك، حلف لي. ورحمة ابي. هي بس خالتي نجاح لستني. ماشي أوكي. هي لحالها بس هيك اذا هيك. طيب تقبرني بدي اسالك، يعني هو سؤال محرج بس، يعني امك شقره وانت اسمر، كيف يعني؟ ابي. ابوك شبه اسمراني. يسمر يسمراني. تقبرني ابو العز. ايه. عندك جوزه؟ لا. كيف بدنا نفحص لك اسنانك؟ بركي طلع فيهم شي عيب. ارجيني. والله مناح. لا ما مناح. جيني هون. عم جعك؟ عم جعك؟ ايه اصلي رجيني لشو هون. تقبر قلبي كانس، تقبر قلبي. تعال شوي اقعد جنبي. شو تعال؟ تعال جنبي يا مو. شو يا يا مو؟ يا مو اخاف مني ابو العز. تقبر قلبي الله يستر عرضك. تركيني يا مو. رح اعمل لك شي معقولة؟ يستر عليك يا حلالي. تقبرني. تعال يستر عليك. يستر عليك. تقبرني. طب اسمع لقلك، تيجي نعمل بروفة على العرس؟ اسمع انا مصمودة هيك وانت مصمود هيك. يا مو. خير لك امي؟ شوفي. لا ولا 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 شيء يا مو. كيف خالتي نجاح؟ منيحة. تقبرني بدك بنتها؟ لا مش عن علوش. علوش؟ ايه طل الصبح ولك علوش. على قامتي بهيج. انا غلطت بحقك. وانا ماني احسن منك، انا غلطت كمان. ما اختلفنا، بس لو شو ما عملت انت انا ما كان لازم اغلط. بس بتعرف انه الحق عليك. بشو؟ كان لازم تمنعني، توقفني عند حدي. لك مو انت الرجال؟ ايه والله صحيح انا الرجال. كان لازم تضربني، لك تشلخ لي حناكي، تشدني من شعري، تعمل اي شيء لما كنت اغلط. انا اضربك؟ انت فيكي وش؟ ايش واجذب لمد ايدي عليكي انا ولو بالمنام؟ بعرفك انا كعيانو كعيانو. اوف وليش بقى؟ ايه صحيح انا ما متت، بس ما شفت اللي ماتوا، ما شفت ابو العز. يا عينتين عليه شو صار فيه. مجرد دق الباب، مرور طريق، سؤال، عينه هيك راح يركب بدل سنان، نظره راح،
الله يعينه. لك ايه بهيجو، بس انت جوزي. شو عم تحكي؟ برافو والله، ذاكرتك سارة قوية كتير. ايدك ايدك. شو خبرتهم؟ خبرتهم كلياتهم، ليكن ناطرينا. كثير ممتاز. الله يبارك فيكم يا رب. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. إيهاب حبيبي سوري بس سلتت كندرتي. سوري. هاي شباب. هاي. حب أعرفكن على أحط وأندل شخص أنا شفته بحياتي. هذا الشخص اللي بيعتبرني أوليف، بيعتبرني خدامة الأكابر، أنا اللي ما بشوف بالنظارة، أنا برفض أربط مصيري بمصيره. إلهام شو عم تحكي أنتِ؟ ما عم بحكي شيء حبيبي، ما عم بحكي شيء، لأنه كرمال مصلحته ركض وراي، كرمال المصاري، وهذا أكبر دليل، نزلت حالك لكندرتي كرمال مصلحتك. خليها عندك لأنه نجستها بإيديك، بتعرف؟ ولا إلك واحد مثلك ممكن يبيعها. بهيج. اي بهيج. ولك شبك؟ انت شبك؟ بشو سارح؟ ماني سارح بشي، بس هون موقع مغري شوي، يسترع اختك. خلينا نمشي يلا تعي. حبيبي شو قصدك؟ ليش هيك عم تحكي؟ ما في شيء، بس يعني انا صاير فيني مثل اللي كان يدخن وترك الدخان، بس يشوف سيجاره بيخرم عليها. وانا هيك يعني صحيح تركت الانتحار، بس هذا الموقع هيك فتح لي شهيتي على الانتحار. يستر عرضك لا يفتح لك شهيتك. هلا وين بدك نروح؟ نروح لعندكم على البيت. شو هودعكم؟ تودعنا؟ يعني عن جد مسافر؟ ايه طبعا مسافر. ما دخلني، ما بتسافر رح تطلقني. امي الطلب يخدم عيونك، بكره بطلقك منين؟ لك انت واشش بهيج واشش، بلا تطلقني بتقلي ايه بطلقك؟ لازم تقلي بقلعة عينك ما بطلقك، تمسكني تمسفني كفين على خليتي تربيني فيهم يا زلمه، مو قلت لك تصير رجال، شو اسمه شو ما محمول انت ايه؟ خلص 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 لا فهمت عليكي. ها؟ عم تضربني؟ والله مو انا، حدا لاعب لي بايدي. لك حبيبي بالعكس، لك تسلم هالايد. لك الله يرضى عليك يا حبيبي يا حياتي. يا عمري. يا هيك الزلم يا بلا. شفتي؟ راسي ليه؟ راسي على بيت اهلك، تعي لشوف. الهم! والله لربيكي والله. تكفيني انا عم بحكي معي. تكفيني. سكوني سكوني شاعر رياض. قلت لي شاعر. ضربي ضربي. شوف الضرب لك. لك اخ. لك اخ. الهم الهم. ولك شبك ما بتطلع حولتك الا علي. اضربيني انا. اريس ليش اضربك انت حبيبي؟ ولك اضربيني احنا احسن ما فيش خلق فيك. اضربي. لا اضربي اضربي. خلص الهام. Get out. شباب ما في شيء ما في شيء ما في شيء. سلمية شلوني حبيبي؟ كفو حبيبي دبر قلبي كفو. شرفي قلت لي ما بدك تقولي لي شو قرارك مو هيك؟ لا مو مشكلة. خذ كتابك أبو لطفي وقع منك. أنا مو تبع هيك كلام فاضي. إيه بلا بلا 10 ليرات بلا. اسمعيني منيح. أنا بحبك وبدي إياكي. حلو. وغصبا عنك لازم تحبيني. حلو كتير. وقسما عظما ما تختاري هالحيوان أبو كارلوس أبو نص لسان لخلي كل قهوة البرازيل ما تكفي عزل هالحيوان. حلو منو؟ خاطرك. حلو كتير كتير حلو. علاء صحيح تسافر أنت وأنس لبرا؟ قدمنا طلبات ووافقنا عليها. هلا عم بسألك رح تسافر ولا لا؟ يعني واحد قدم طلبات شو بيكون بده يساوي؟ مهما صار مهما صار؟ ما بعرف، من هون لوقت فرج وراح. طيب مش قلت لك الله يخليك لا تسافر؟ هي 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 اللي أنقذت ابني. أعزائي المشاهدين، معنا بطلة ساهمت بعمليات الإنقاذ اللي صارت اليوم. خليكم معنا لنتعرف على هالبطلة. هي خنساء صبتي. الهام زبطين وليلة زبطة ما بي إلا ريهام وأبي. طمني يا أبو لطفي، أم حول شعيرة؟ لك ادخل ربك، النسوان بيطلع لك معهن أم حول شعيرة ولك فصة ما بيطلع لنا. باسمي واسم المشاهدين
المشاهدين كلهم. وريهان نوجه احلى تحيه لبطلتنا ريهان الشعيان، علي، ومنحيي فيها بطولتها وجرأتها اللي ساهموا بانقاذ طفل بريء. في شيء بتحبي تقولي ريهان؟ ايه، بحب اوجه تحيه للبابا يلي علمنا التضحيه والحب والايثار، وربانا تربيه بنعتز فيها كثير، وبتمنى من ربي انه قدر يرد له جمايله علينا. تضربي تضربي، شو بتحبي تتفزلكي وتتبوجعي؟ وبوجه تحياتي لصديقاتي ولاخواتي ولكل اهل الكعيان، وخاصه لجدي ابو لطفي، وبقول له الله يوفقه اليوم. يا اخي تحسنت برامج التلفزيون عن قبل، مو هيك؟ واخر شيء بحب اقوله انه التضحيه والشهامه والكرم موجوده بكل بيت الكعيان. لطفي، امتى في انتخابات؟ انتخابات شو؟ مو مهم، حي الله. فكرك بينجح وقال الكعيان. أنيس، صحيح بدك تسافر أنت وعلاء؟ مين خبرك؟ ريهام قالت لي وعلاء خبرت. مزبوط. أنيس، أنا بعرف إني غلطت بحقك كتير، بس والله العظيم ما كنت بعرف إنك بتحبني هالقد. لو كنت حاسة فيك كنت بعمري ما أذيتك ولا ضايقتك أبدا. ومين وصف لك حبي؟ الصور اللي معلقين بغرفتك. مين خبرك عنا؟ خلص أنيس، يا الله بلا هالأسئلة. المهم تعرف هلأ إني أنا بحبك كتير، وبدي إياك تضلك هون، بدي إياك تضلك هون وتتجوزني. إلهام، مستحيل أرجع لك. لو بتطبق السماء على الأرض مستحيل أرجع لك، خلص مستحيل. لك بس بقى، لك عم عاين عم عاين العفش. لك هذا عفش أمي. لكن يبعت لي حما، ما قصدي إيذائك أبدا. شو هيك تعطينا أمك العفش؟ إيه ولا بتعطينا يا عجب؟ لكن نغير وشو نعمله أحمر؟ نعمل له تجديد كامل. تعال نسأله مرت عبا. ما في داعي، أنا عم قلك بتعطينا يا. إيه ماشي، شكرا كتير. يي شكلكم مو نضايسية. عيب الحكي. آسفة ابن عمي، ابن عمي وين غرفة النوم؟ حتكون الإبلة هيك اللي الإبلة. الإبلة إيه تقبرني، بحب الهوا هيك الهوا هيك العليل. إيه تقبرني، شفت الشلال؟ إيه. حلو كتير الشلال، نعمله مسبح. حوالينا جيران. لك نحط شادر. ايه؟ ونصير الصبح انا وامك هيك بنشرب فنجان القهوة، وبننزل مندندر رجلنا وبنسبح برقطة 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 هيك. انت وامي؟ ايه امك، ام ابو العز بنسبح. شو؟ اوعك تجيب لي سيرة ها؟ لا بتلبس شرعي تقبر. اوعك. تخيل شكل لبس. هلا بسمعك الله يوفقك. اسفة كثير، اسفة اسفة. هذيك بتسمعك، سمعي. اسفة انت اسفة. والله ما تذكرتها. يعني عن جدي قال لك شيء بدك تخطبني اليوم. صحيح. ايه لك انا واعد جدك اليوم. ايه تقبرني بدك تخطبني. قومي وتحركي. جبت الخواتم؟ جبت كل شيء وتحركي. ايه تقبرني بس شغله قبل. قل لي كلمة حلوة. بحبك. كمان كمان كمان. طيب يلا ماشي الحال، بس قلي كمان كم كلمة تانيات قبل ما نروح، بركي ما سنحت لنا الفرصة الملائمة مرة تانية. بحبك. يلا فزي. تفضل انت. فزي. السلام عليكم مرت عمي. باي. مين هذا؟ تعي تعي من هون. لا من هون. ولك قريب من هون. لك من هون الطريق قبل ما نروح من هون. تعي شوف شو هون الغروب. انا اجيت من هون الصبح هون قرب، ما في حدا بعدين بتروح. ولك يا عيني من هون اجيتي انت، بس هو الطريق من هون، الميكرو المقبور من هون، هون صافي. اولا لما تقول عن الميكرو مقبور بحبه انا، ثانيا ليش ما صفيته هون؟ ولا مشان تروح تتمشى قدام النسوان رايح؟ لانه ما في صفه هنيك، هون في صفه. امشي. نروح من هون يعني من هون. ولك شو بدك؟ لك قولي 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 على عندي. عم بهدلني عم بهدلني. ولك اسكتي. بتحبي فريد الأطرش؟ كتير بحبه. إلهام، أنا بحبك كتير.
علاء. الله يوفقك لا تسافر. ريهام، ريهام كم مرة بدنا نحكي بالقصة؟ يعني الموضوع ما عاد بإيدي بصراحة. لك عم بيد مين يعني؟ يعني أنا وأنيس مخططين لهي القصة من زمان ومقررين، كيف بدك يعني بآخر لحظة إني انسحب؟ يعني ما حلوة، شو بدي أحكي علي؟ إلهام تقنعه لأنيس. طيب على فرض إلهام أقنعته لأنيس، وبهيج؟ بهيج بصراحة إذا ما بيرجع لليلة بدنا نسافر، يعني آسف. هلأ بهيج صار له قرار؟ شو شفتي؟ حاضر ابن عمي. بوسي لشوف. الله يرضى عليكي، الله يرضى عليك. خرسي بلعك. تعلم علاء، تعلم. خرسي، خرسي. برد ما؟ والله برد كتير. ايه كتير برد عندي. لا ما كتير برد، عادي. هاي أنيس. ايه والهام معه. شرف معلي. لا والله يسلموا، انتم من عشاء فريد، ما باخذ، بس ترحموا عليه. ماشي يسلموا. مرحبا يا جماعة. شو بك الهام؟ ليه عم تبكوا؟ لك ما في شيء، ما في شيء، بس كنا عم نسمع فريد الأطرش. آه. شو هاللمة الحلوة؟ أكيد خالي رح يطير عقله بهالمنظر. مزبوط كلامك. يلا يا جماعة يلا. بهيج إيهاب قتلت لك يا قتلي حشكولبك، شفيت غلي منه. وأنت؟ أنا وراي هون أخت الرجال، هي القبضاية بعثت له إياها. خدامتك ابن عمي. بس وليك ولا حرف. ويك 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 ويك. تأخرنا نحن عمو، ما تأخرنا؟ لا 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 تمن، نسأل على الموقت. على كل إن أنا قلت لها للمأزونة إذا تأخرنا انتظرينا. عمو أنا خايفة البابا تصير عنده ردة فعل، ما بنعرف لأنه شو بيطلع معه. لا تكافي، من فرحتها بدي يطير آلة. ايه امشوا يلا العزم. عمو فيني بس إبس مانتو أنا كتير شخصي. ها بعرف عمو. ما يتخ ولا يبدا. تأخرنا نحن، ما تأخرنا. ما تأخرت أنا، على كل قلت لها للمأزونة إذا تأخرت انتظرينا. بابا خايفة يصير عنده ردة فعل، حاكم أنت بتعرفه. لا لا طمن، فرحتها رح تنسيها كل شيء. امشي ناخذ تاكسي ولحق. يلا أهلا افتحي هالباب. تمام كفى قبل ما تفوت تفرني. روحي روحي. شني انا؟ تعو ابن عمي. ليلى ريهام ياكم شوي. فوت بدها يعنى. يلا شوفي بك شوفي. بدي لكم انه البابا ما تغير، ما تغير، بابا لساته مثل ما هو. كيف يعني؟ يعني كل شيء قلنا اياه كان عم يمثل علينا لانه بده يربينا. عم تمزحي؟ يعني جوازته ومصلحته والشركه وهذا كله علاك مصدق؟ كله كذب، لسه بيحبنا مثل الاول. يا ابو شني فوتوا فوتوا. شبك ابي ليش هيك مكركب وفايت ببعضك؟ شو صاير معك؟ اسكت ولا يلي فيي مكفيني. ها اهلين اهلين بابا. اهلين بابا. تقبل قلبي هذه لك لبوسه. اهلين بابا اهلين. خليني اياك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح البنات بنص علي، يلي بيشوفكم راقدين هيك على ابوكم بفكروا انه فاتح الاندلس. انو اندلس ابي؟ طول عمري كنت احلم افتح مطعما. لك براد ما طلع بيدك تفتح. اهلين عمي. أخذت عليكي؟ لا معلش. تفضلي تفضلي. سيدي الحبايب يا ضنا انت. وكل املي ومنايا انت. خلص! رح تعملوا ليها غنية وقصة. قومي ولك، قومي انت وياها اطلعوا لبرا، بدي احكي مع ابوكم هذا. قوموا. يلا يلا.
روحه روحه. يلا اسهبنا قبل ان يشهر سيفه. شلون بتحكي مع ابوهم هاد؟ ليش الهم اب تاني؟ عن شو بدي احكي انا وياك؟ عن جواز؟ عن جوازتك بدي احكي؟ اي نعم عن جوازتي. بدك يعني ما اتجوز لك؟ لك ان شاء الله بتتجوز اربعه، انا شو فارقه معي؟ بيح عليك وعلى هيك ملابس يا غبي. ولك انت لو كنت رجال مزبوط كنت جبت ولد واحد بس. الله يسامحك جدو، ليش هيك عم تحكي؟ لا لا عقلك البلد جدي، شو عم تحكي انت؟ لا 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 انت غلطان غلطان كثير. الرجل الصح ببلش بالبنات، اول شيء بيجيب بنات، والدليل بنتي عذاب هي الاشوشه. يعني انا غلطان؟ طبعا غلطان، عفوا يعني مو قصدي غلطان جدي، هي وجهه نظر، فهمت ما بدك؟ مزبوط وجهه نظر. وانا بهيك حالي ما راح اخلي عندك نظر. حيوان فعلا جدي كلامك صح، ما عاد في جنس النظر. بهيش بهيش صار لك شيء؟ بهيش كف الحياة يا بهيش. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة رجع النظر الحمد لله. بتمختار يا حلوة يا زينة يا وردة من جوا لك ما تبلي ما تبلي. لا مو عريس واحد، عريسين على اساس بدي اختار بين اثنين. اوهو يا صحنتي، اوهو مجلل بالياسمين، اوهو عروستنا حلوه، اوهو لسه ما طبقت. شو ما طبقت؟ لاحظ ركزي ركزي، قلتي بس اتجوز بركز. ركزي ركزي. دبريني يا عمتي شو اشتقت لك انا. جوا حبيبتي جوا تفضلي. اختي حبيبي اختي. أهلا أبو كارلوس. أهلا أبو كارلوس. تركي 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 أنت ولد. لك أنا مو ماسكك تركي. أيوة وينه هذا لواحظ وينه؟ حياتي أنا هلا بروح بناديله. تفضلي تفضلي دهيله بسرعة أنا ما عندي وقت. حاضر تفضلي. العريس اهل العريس. شبكي شبكي لواحد. ركزي ركزي ركزي. يومين مبروك يومين. مرحبا يا عروس. يا الله ما احلاكي، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكي. عقبالك. لا يا شو عقبالك، انت متجوزه؟ لك تجوزي مره ثانيه شيء؟ لك لا شو بدك تتجوز مره ثانيه؟ لك مو عب. انا ما عم ركز ما عم ركز. ركزي تقفشيني بس الليله، ركزي بالذات الليله ركزي. قويها ويا صحنتي، قويها ومجلل بالياسمين، قويها وعروستنا حلوه، قويها ولسه شو 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 ما طبقت ما طبقت. انا ما عم ركز، انت ما عم تركزي ليش؟ ما طبقت الستة عشرين. جدو شو بك؟ جدو بدي اياكم تضلوا جنبي، بدي اياكم تشجعوني تشجعوني. وانت انيس لا تنسى تشجعني. ها ولا يهمك جدي، كلنا معك كلنا معك. وينو ابوك يا فاتح الاندلس؟ وينو؟ يلا ثانيه هلا بناديله. يلا جدو بده اياك. ما قال لك شو بده؟ لا ما قال لي. يلا بابا تعي لشوف. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. روحي لعند جدو بابا. اهلين باختي منيس. اهلين حبيبي. الله يخلي لي اياكي. اهلين فضل. يا اختي تفضلي. مرحبا يا اخي. الله يعطيك العافيه. اهلين اهلين بعمي. حليانه لك عمي. انت كيفك؟ الحمد لله داعي لك انا، المهم انت تكوني بخير. الله يخليكي. اهلان ابو الشكر. الحمد لله على السلامة وعلى راسي شواربك انا. اهلين وسهلين. مرحبا يا شباب. ليه خال؟ مرحبا. شو بالطفل السعيد هذا؟ خير خير ابي. ليش ناديت لي؟ بدي اياك تضل بجنبي ما تروح، بدي اياك تشد من اسري. لك شو انا ليش قالب على غير قمار مع الاساس عقيد شورة الفحل؟ ولك مو بهالموقف عاد. شو بدك يعني ساوي لك يعني شجعك واترك عمي؟ ما هداك عمي من لحمي ودمي، بدي روح وقف معه انا. قوم روح، طول عمرك خاين بي عليك. قوم. ليش مزعلوا؟ لا ليش مزعلوا؟ قومي قومي يلا.
اهلين وسهلين بعمي، اهلين بعقيد ساو باولو، على راسي عقيد ببيله انا. اهلين وسهلا. شو من الخونه انت ما؟ اهلا وسهلا. يلا روح. اي ليلى خايفه؟ لا تخافي وراك رجال. يلا. انت اهل امر. تعي انت وقفي جنبي وخليه هو ينقي مين بده فينا. ما في شرط. لا 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 يا ابو لطفي، ليش عصبت هيك على عمي؟ ما لك حق فيها، هي المنافسه شريفه، في مين راح يختار؟ قوم معي لقلك. شبك ابي شبك؟ حاسس حالي مثل المجندين قبل الفرس. لا تخاف انا فيشك ابي تامعي. تا جينا جينا وجينا جبنا ابو لطفي وجينا احلى ابو لطفي. ابو لطفي من عنا وياه. ست لواحظ، هي ابو لطفي عقيد جولة الفحل، وهي ابو كارلوس عقيد سان باولو. اختاري. يعني انا بختار ابو لطفي. ليلى ليلى، انت بتفهمي انجليزي؟ هيك بيولولوا بالبرازيل؟ طبعا هيك بيولولوا طبعا. مفلوفه ولولولوا. شفتوا معي العجيب يا شباب؟ لاحق لاحق لاحق. لك الله ليل وفقك ما بتعرف تسوق. لك اللي بعت لك حمى بيعطاك الشهاده. انا ماشي انت ما بتعرف بهذا الكعيان. الله ليل وفقك. لك وين نازل؟ تعال ورا بلا تعال. ايه يا ابو العز لك اضربهم. ايه ايه برافو عليك لك اضربهم منيح. لك عاش وعدتي. اضربهم اضربهم لك اضربهم. لك اسكتي لك اسكتي. الف مبروك. الله يبارك بعمرك. مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اهلين عمي. مبروك مشان ابوكي. بيني وبينك انا توقعتك تنزعج. شو انزعج؟ لك انا هذا مخصوص انا عملته هذا لعبه، انا لو ما عملت هذا لعبه ما كانت تجوزت. معقول؟ لكان لكان هي امي كيف تجوزت امي؟ كيف تجوزت؟ ملعوبه اخذها لامي؟ لكان بس انا بضل ابن حلال ما. لا ابو كارلوس. طولي بالك طولي بالك، انا بحبك كثير. انت ما بدك تبطل عادتك الوسخه هي، صرت مرتين مرتين مجوزني مثل ما انت بدك. عبان ما جوزك كمان اربع مرات. هي اربع. الله يرحمك سلف يا ست لواحظ. الله لا يوفقك يا ابو ليلى. شو فيك يوم ضحك علينا؟ ابو حمزه يشيلوه ونحن اخر من يعلم. المهم لازم نعرف مين رح يحطه محله. ما بعرف بس رح اتحرك. هي المعركه اللي بيناتنا ساوت فينا هيك. شو رايك نتفق ونحط ايدينا بايدين بعض؟ وجماعتك بيوافقوا؟ جماعتي جماعتي بصراحه قلعوني. شو بكي؟ التم المنحوس على خايب الرجا، وانا كمان جماعتي قلعوني. قلعوكي؟ احنا اثنين تقلعنا. مبسوطة كثير. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا. عبال عند اولادك. لك تقبريني، شفتي بابا قديش مزوي؟ تقبريني انتي المزوقة. دخيلك يا جدي. بوس لحق حالك. يا مستعجل. شيخنا طور قلبي بدك تجوزني انا وابو العز. تفضل 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 شو تفضل تقبريني.
عليكم. تقبرني مو هون، ابعت لي هم هون. السلام عليكم. مو هون تقبرني، مو هون ابعت لي هم. تفضل تقبرني. اهلا وسهلا، تفضل تفضل هون. لا تقبرني، ابعت لي هم. السلام. تقبرني. السلام. ابو العزه. السلام عليكم. مرحبا يا جماعه، مرحبا. ولا شيء عم يمزح ابو العزه. السلام. عود اهلين. تعال بابا، عود ما حد يدبرني. تعال. السلام عليكم. هاي تقبريني عم تعيد. وعليكم عليكم السلام. نهنه من اوله. لا 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 الله يهنيون. هاي نفقوا الأربعة، شايف صار في شغل بالبلد، تلحلحت الحمد لله. شلون لقيت لي البلد بهالزيارة؟ كتير ظريف، أنا كتير مبسوطة، بس في شغلة مو مبسوطة منه منوب. خير شو هي؟ شغلة واحدة؟ يعني هون بهذا بلد بغيب عنه واحد سنة بيرجع بيلاقي ماشي فشخة. وين في أنا بهداك بلد موجود؟ بغيب عنه فشخة بيرجع بيلاقي ماشي سنة. ليش؟ ليش هذا محله؟ ليش؟ ليش؟ وطي صوتك. هداك بلد مطرح ما كنت انت بيقدر بيحكي هذا كلام، هذا بلد انت ما بيصير يحكي هذا كلام، فهمت؟ طيب ليش؟ ليش؟ لأنه فشخة بياخدوه بروح سنة. اسمعوني يا جماعة من فضلكم، بدي احكي كلمتين. نحنا خلصنا هالمسلسل وكلياتنا عم نركض. أنا عم اركض ورا لواحظ، وبهيج ورا ليلى، وأبو العز ورا الخنساء، وأنيس ورا إلهام، وعلاء ورا ريها. هاي سنة الكون بابا. هلأ عرفت ليش الله سبحانه وتعالى خلق حواء من ضلع آدم. ليش جدي؟ ضلع. شو يعني ضلع؟ يعني عظمة، شقفة عظمة. ونحن منقطع عمرنا كلياته مثل الكلاب راكدين ورا هالعظمة. بتمنى اكون معك بهاللحظات، بس بعرف انه بناتك بيتحسسوا مني. بس تذكر دائما انه قلبي معك وروحي معك. لطفي انت حبيبي،
لطفي كل هالقد مخبالك والاعظم مخفي يلا يهدي لك بالك كل هالقد مخبالك والاعظم مخفي الله يهدي لك بالك بتضلك قدها وقدود مع انك عدمان ابضاي ومن خير جدود من عيلة جدعان بتضلك قدها وقدود مع انك عدمان ابضاي ومن خير جدود ومن عيلة جدعان ولو ايامك كلها سود اوعى تطفي خليك مضوي يا لطفي ولا تشغل بالك ربك وحده اللي بيشفي بغير لك حالك خليك مضوي يا لطفي ولا تشغل بالك ربك وحده اللي بيشفي بغير لك حالك I'm not.